انا مبسوط جدا جدا ان انتم معانا. انا احمد الامير مطرب، بلعب دور العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ في المسرحيه. الدور عبارة عن مشهدين في المسرحية بيبين المرحلة اللي كانت فيها مصر بساعة النكسة، تمام. والدور التاني خليه مفاجأة بقى، لأن الدور التاني فانتازيا شوية، فأنا عايز الناس تيجي تشوفه احنا عملنا عبد الحليم ازاي بس بعد ما عبد الحليم مات، تمام. ده بالنسبة للمسرحية. أنا بغني كذا أغنية لعبد الحليم، أحاول تفتكرني وأحلب بسماها وبترابها وعدى النهار وكذا أغنية وكده. ده الدور باختصار. والله بصي، انا كنت خايف جدا اصلا في البدايه من الموضوع، لان للاسف اللي قرب من عبد الحليم اتحرق، لان عبد الحليم تركيبه خاصه. عبد الحليم حد بيحس احساس مش موجود في الدنيا دلوقتي، فعشان تعملي عبد الحليم بجد، تمام، لازم تقربي لاحساسه على الاقل يعني 50%، تمام كده. فالدكتور عادل لما كلمته في الموضوع قلت له يا دكتور دلوقتي انا عبد الحليم خايف منه جدا مش عارف اعمل ايه، قال لي لا 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 خليك على طبيعتك، انا مختارك عشان انت كلك عبد الحليم، في طريقتك، في كلامك، في في في, في اسلوبك، في حتى شكلك قريب منه شويه، فانا عايزك على طبيعتك، وده اللي انا بحاول اعمله. بس بحاول بقى اقرب لايحاءاته شويه، اللي هو الحاجات اللي بيعملها والحاجات دي يعني. بس فدي اختصار الشخصيه اللي انا بقدمها لعبد الحليم. على بالي الفترة الجاية في أغنيتين نازلين لي في فيلم جديد بإذن الله، نازل في شهر واحد اسمه ساعة رضا. الفيلم ده إنتاج أحمد السبكي وإخراج هاني حمدي. الأغنيتين مختلفتين، أغنية دراما وأغنية هاوس كده، ويعني إيه مفرفشة زي ما بيقولوا. لا أغنى بس. كنت قبل كده كنت شاركت في مسلسل آن الأوان مع الست العظيمة وردة الله يرحمها، وده كان آخر مسلسل هي عملته. كنت أنا وأستاذ خالد سليم ومنة فضالي، وكنت طالع بدور سمير، كنت طالب معاهم في المعهد اللي هم كانوا عاملينه في المسلسل. وشاركت في مؤتمرات الشباب بقى، يعني ثلاث مؤتمرات وافتتاح قصر المنار. بس يعني ده اختصارا يعني المجمل اللي أنا شاركت فيه الحاجات اللي عملتها.